المغرب قررت باش في نطاق هاد لا ديجيتاليزاسيون باش تسبق الاوان ديالها، وعملت واحد غتعمل واحد الدوره في المغرب كله في المدن الرئيسيه تقريبا باش تقرب من الزبناء وكتقدم لهم هاد العمل اللي تيكون على الطريقه الالكترونيه. هذه من ناحيه، ناحيه اخرى هاد العمليه كتوكل بما واحد العروض اللي هي خاصه علينا، حنا كل شهر تيكونوا فيه عروض بالنسبه للمنتوج ديال الغنم. هاد الشهر كاين عندنا فيه عمليه خاصه بكليو 4 اللي كلشي تيعرفها. كليو 4 بقات واحد الاقبال ولا سيما في هاد السنين الاخيره، هي اول سياره اللي كتباع في المقابل لي كونكورون ديالها في نفس الحجم منذ 3 سنوات متتاليه. المغرب يمكن ربما ما سقساونيش، ولكن يمكن لانه اليوم اول وكاله اللي كاينه في المغرب من ناحيه الموازات ولا لي نورم اللي كاينين هو مراكش. مراكش هاد لي زانستالاسيون اللي عندنا وهاد اللي سميتو اليوم في خدمه الزبون، مراكش كتمتاز بالرقم الاول في المغرب كله. الطموحات ديالنا مستقبلا، دابا دوزنا بعد الطموحات اللي كانت من قبل 45 سنه، هذه الطموحات المستقبليه هي حنا نصوم ادوسي، حنا مع واحد المنتج كبير عالمي معروف هو رونو، هذه 45 سنه حنا تنعملوا معاه. لهذا الطموحات وتبقى ديما هذه العمليه متراسله، ولا سيما كاين دابا الاولاد ديالي اللي هما معايا 15 عام هادي هما في الميت يتعلموا المهنه باش يديروا المواكبه ديال هاد العمليه.